c'est Matlouti hein, qui est resté au sol, il l'a pas vu, monsieur Gassama. Le jeu se déroule avec Atakora. Atakora face à Abdenour, l'angle est fermé. La parade de Balbouli qui a l'air capable de la tête. C'est envoyé par la défense togolaise, Sassi. Accélération d'Atakora. Et Abdenour sur la trajectoire de ce ballon. Ce genre d'une touche de la part de Mohamed Larbi. Maloul qui peut avancer, contré par Atakora. Romao. Ce ballon à Takora, Takora dans la course de Dakonam. Dakonam, le ballon. يعني صورة حقيقية اللي ما غنتابعوا أكيد بكأس أمم إفريقيا بالغابون. هذه محاولة فائدة المنتخب الطوغولي خطيرة داخل المنطقة السديدة جميلة كانت محاولة كنسترجعوا اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. هذه محاولة هناك خطأ هناك خطأ أعتقد كان هناك خطأ كان سقوط ديال يوسف عيد بن ناصر على اي الحكم كان قريب من العمليه مرت الوطن المغربي خطيره على المرمى ديال حارس خطيره محاوله اكيد موقع الهدف كيبحث على التسديد كانت محاوله بواسطه لعيبه كولور ماكنيبي دائما خطيره كارسيلا كارسيلا كي لعب الكره داخل المعترك تدخل ديال الدفاع اكيد الان غادي يسمحوا بسرعه اللاعبين الطوغوري انهم يقوموا بمرتدات هجوميه امامنا اتاكوري لالاويل لاعب رقم 18 كتضيع منه الكره نور الدين امرابط فؤاد شفيق ولكن تمريره خاطئه كره في الجهه اليسرى في هذا اللقاء اكيد الودي الدولي اكيد التحضيرات تكون يعني ستتواصل اكيد بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي استعدادات لنهائيات كاس امم افريقيا تبع المحاوله ولكن المنتخب الوطني المغربي الاول اكيد بانه يكون لاعب جاهز أمين عطوشي أكيد اللي سبق له جوهر هذا المنتخب كذلك إسماعيل الحداد وأكيد بإمكان باقي اللاعبين وهذا يمكن هذا هو الحافز واللاعب أكيد القادم سيكون إيمانويل أديبايور بوبكر مرة أخرى الكرة لفائدة المنتخب الطوغوري كيحاولوا اللاعبين أنهم يلقوا الحلول ننتظر أكيد ردة فعل اللي غتكون ديال المنتخب الطوغوري ونتمنوا بأنه اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي يتم استغلال المحاولات المسترسلة من المنتخبين خصوصا من المنتخب الوطني المغربي secouer la défense togolaise.
Chez Emmanuel Adebayo, le capitaine des Éperviers, qui renverse le jeu vers Atakora. Face à Marloul. Passement de jambe, Atakora. Personne dans l'axe. Fait repasser par Gafar Mama. La tête d'Adebayo de là-bas. Qui vient sur les côtés. La réaction tunisienne, Sassi, voilà un bon appel là-bas pour Mahloul, le contrôle est bon pour Mahloul, le centre est raté avec une deuxième chance peut-être pour le défenseur de Sfax. Ah, il a perdu le ballon finalement. Là-bas, Dosevi, l'accélération de Dosevi qui efface Ben Youssef. Première intention à Adebayor, il est devancé encore une fois par Bilal Mohni avec...